حموني رشيد رئيس فرق تقدم الاشتراكيه. المضامين ديال الخطاب الملكي بمناسبه افتتاح السنه التشريعيه كان يعني خصوص ركز جلالة الملك على قضيه الوطنيه وقضيه الوحده الترابيه ديال المغرب. جلالة الملك يعني ذكر بالاعترافات المتتاليه ديال عده دول واخرها ديال فرنسا اللي تعتبر دوله عظمى وعضو دائم في الامم المتحده. طبيعه الحال هذه الاعترافات كتزيد الا يعني الهجوم بالاشاعات من طرف الخصوم. كلما ازداد المغربيين تحقيق من الانتصارات ومن الاعترافات الا وازداد يعني الهجوم من طرف الخصوم ديال الوحده الترابيه ديالنا. طبيعه الحال جلاله الملك دعا النائبات والنواب بطبيعه الحال في المهام اللي يعني كاطرها الدستور والنظام الداخلي هو القيام بالمهام الدبلوماسيه الموازيه اللي كانت في رساله سابقه جلاله الملك قال بانه معتز يعني بالدبلوماسيه الموازيه، لكن اليوم اصبح يعني على عاتقنا يعني خصنا نبذلوا مجهود اكثر من اجل الحضور في جميع المؤتمرات في جميع المحافل الدوليه في جميع اللقاءات لي يعني تكذيب ودحض جميع الاشاعات اللي كيتم ترويجها من طرف الخصوم وبطبيعه الحال الدفاع على الوحده الترابيه ديالنا، لان اليوم هذه الاعترافات المتتاليه يعني دليل على ان قريبا سيتم الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، ولهذا على جميع ان يتعبأ بما فيهم الاحزاب السياسيه بما فيهم النقابات من اجل يعني القيام بالدبلوماسيه الموازيه بطبيعه الحال في بتكامل مع الدبلوماسيه الرسميه اللي كيقودها جلاله الملك من اجل يعني الطي النهائي لهذا النظام المفتعل. دابا اخواننا ديال الجزائر جلاله الملك في كل خطاب ديال العرش كان كيقول بان المغرب يدو يعني ممدوده للاخوان ديالنا في الجزائر. اشكال اليوم يعني على الشعب الجزائري الاخوان ديالنا باش يوعاو بان اليوم مصلحه الشعب الجزائري هو في اعاده يعني العلاقه مع اخوانهم في المغرب. على الشعب الجزائري يوعوا بان جميع المداخل ديال الاموال ديالهم يعني اصبحت يعني تصرف في امور لا تنفع الجزائريين. على الاخوان ديالنا في الجزائر يوعوا بان المغاربه دائما مدين يدهم الاخوان ديال في الجزائر، لكن الحكام ديال الجزائر اليوم يعني واخدين هذا الحقد على المغرب، هذا لا ينفعهم في شيء ولا يضر المغرب، بل يضر الجزائريين والشعب الجزائري هو الخاسر الاكبر من هذا المعركة. أما المغرب هو في صحرائه وصحراء في مغربه يعني ما عندنا حتى مشكل، ولكن الجزائري الإخوان ديال الجزائر اليوم اللي كيعيشوا يعني واحد يعني الحالة اللي خصهم يعيشوا أحسن، لأن عندهم مداخيل ديال البترول ديال الغاز ولا يستفيدون منها الشعب الجزائري. ولهذا خص الشعب الجزائري يوعى بمصلحته ويعني يعرف بأن مصلحته هو في العلاقة الأخوية اللي كتربط الجار ديالو المغرب. وحنا كمغاربه بطبيعه الحال وكبرلمانيين وكمسؤولين كنتلاقاو في بعض الاخر كيعبروا الجزائريين بان بطبيعه الحال يعني يكنون الاحترام، ولكن الاشكال يعني اللي حكم الجزائر يعني لا زالوا يعني متشبثين، لا زالوا يعني يمارسون يعني هذا الضغط على المغرب بالاكاذيب، الضغط على بعض الدول بامور اللي هي كذوب والامور بالاشاعات اللي ما غادي تنفع ما غادي تنفعهم حتى في شي حاجه. يعني الحمد لله الاعترافات دابا المتتاليه ديال عده دول عظمى هذا دليل على العداله ديال القضيه ديالنا، ويعني سيكون ان شاء الله قريبا الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.